كثير من الخطاب هداني الله وإياهم سواء كان الذكر أو الأنثى يسألون بعضهم بعضا في فترة الخطبة عن السابق. الشاب يقول للبنت تكلمي عن ماضيك، والفتاة تريد من الشاب أن يتحدث عن ماضيها، وهذا خطأ كبير لسببين. الأول أن الله سبحانه وتعالى قد ستر هذه المعاصي التي كانت في السابق، ستركم الله، فلما تفضح أنفسكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون. يبيت الرجل وقد ستره الله سبحانه وتعالى فيصبح وهو يهتك ستر الله عنه. لما تهتك ستر الله عنك؟ هذا أولا. ثانيا أن هذا يدفع بابا للتشكيك في المستقبل. يعني مثلا الشاب إذا رأى الفتاة قد شردت بذهنها قليلا بتفكري فيه، والفتاة إذا رأت الشاب قد مر من بين أمام بيتها أو رآها بالطريق أو كذا تقول له تذكرتها وأحببتها هذه التي كنت تحبها وهذه كذا. فأستر نفسك، أستر أنفسكم، ستركم الله سبحانه وتعالى إياكم أن تهتكوا سترا وضعه الله عليكم.